مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم ولقاء جديد وبرنامجكم مع الناس. طبعا احنا دلوقتي في فتره استعداد لعيد الاضحى المبارك، وفي كتير مننا طبعا بيحب يخرج في الاجازات الطويله للحدائق الجميله اللي موجوده في مصر، ويمكن النهارده بالتحديد هنحدد نتكلم عن حدائق القناطر الخيريه لانها حدائق تاريخيه ومتميزه وجميله جدا وليها تاريخ طويل. هي دخلت تجديد، تغيرت شكلها تماما، كانت فترة إهمال طويلة فيها، لكن أصبحت دلوقتي متميزة وبتفتح أبوابها لكل الناس لاستقبالهم في فترة الأعياد. هنعرف تفاصيل عنها أكتر من خلال حلقتنا النهاردة، فتابعونا. واحنا بنتكلم عن المتنزهات المرتبطة بفترة الأعياد، عايزين نقول لكم ان من اجمل المشروعات اللي تم افتتاحها مؤخرا هو مشروع ممشى اهل مصر، وطبعا ده من المشاريع الهامة جدا اللي تم افتتاح المرحلة الاولى الخاصة به من كوبري امبابة حتى 15 مايو. وهذا الممشى بيضاهي اجمل المناطق الخاصة بالمتنزهات في العالم. كمان بنقول ان هو بيعتبر وجهة حضارية على النيل، المواطنين يقدروا يستمتعوا بيها في اي وقت وبدون مقابل، والمواطنين اللي يحبوا ان هم يكون في لمحة سياحية في هذا المكان، بنقول ان هذا المكان بيحمل العديد من الكافيتريات السياحية الجميلة جدا اللي ممكن ان هم يقدروا يقعدوا ويستمتعوا فيها. نشوف مع بعض الفيديو الجاي وبعدين نرجع لكم تاني. اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا في بدايه حلقتنا النهارده ان احنا هنتكلم عن حدائق القناطر الخيريه الاثريه، ويسعدنا ان احنا نستقبل ضيفنا النهارده ونرحب به المهندس اشرف درويش، مدير عام الري بالدلتا، وزاره الموارد المائيه والري. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا. احنا طبعا عايزين نعرف السادة المشاهدين التاريخ الخاص بالقناطر الخيرية في البداية. هي مش مجرد حدائق او مساحات خضراء واسعة، ولكن ليها تاريخ طويل مرتبط بملوك وملكات مصر في فترة معينة، فنتعرف على تاريخها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو تاريخها مربوط بتسميتها باسم القناطر وباسم القناطر الخيرية. تاريخ القناطر بيرجع لمحمد علي باشا، هو من فكر في إنشاء القناطر. وسميت منطقة القناطر بالقناطر نظرا لوجود منشآت المائية اللي احنا بنقول عليها يعني كمواطنين القناطر. دي القناطر ديت عبارة عن منشآت مائية عملها محمد علي باشا على نهاية فرع النيل أو نهاية النيل عند تفرعه إلى فرعين دمياط ورشيد. محمد علي كان مهتم بأعمال الري والزراعة. صحيح. القناطر بقى لما أنشئت بين فرعي النيل كان في مساحات حول بين فرعي النيل، مساحات سابها محمد علي باشا لأعمال التوسعات المستقبلية للأجيال القادمة. بحيث ان لو حصل تطورات او توسعات احتاج ان الاجيال القادمه تنشئ قناطر جديده، فتبقى في اماكن لانشاء قناطر جديده. كمان ساب هذه المساحات عشان اعمال الصيانه التدعيم، لو في شركات هتخش، معدات هتخش عشان تعمل صيانه. الفكر متقدم فعلا. فساب مساحه حوالي 500 فدان تقريبا وقتها. المساحات ديت زي ما حضرتك قلتي قالوا مش هنسيبها يعني مجرد انها تبقى موجوده، موجوده للاجيال القادمه، بس هنستغلها استغلال يعني ايه لا يفي او يعني لا يضر بالغرض اللي هي معموله اليه، يعني تظل ارض موجوده بس ما نبنيش عليها. طب ما نبنيش عليها نعمل ايه؟ نعمل حدائق. تمام. فنعمل حدائق وقتها زي ما قالوا القناطر بتخدم اهل مصر وجلبت الخير لمصر، فسميت بالقناطر الخيريه. الخيريه. لانها جلبت الخير. مرتبطه بالخير. بالخير ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك وسعت مساحه الزراعه والارض والخير والاقتصاد والزرع. صحيح. رخاء، عملت رخاء في البلد. تمام. خلينا برضو حضرتك نقول هي كانت يعني احنا بيقال عليها ان هي حدائق، يعني معنى كده انها مقسمه لعده حدائق، هي مش حديقه واحده. تمام. فهي تقسيمها فعلا مقسم لعده حدائق منفصله في الشكل مثلا ولا ايه؟ بالفعل طبعا هي اكتر من حديقه، هي طبعا مساحات متصله ومنفصله بالمجاري المائيه او بالفروع، لان منطقه القناطر هي انشئ فيها مجموعه من القناطر ومجموعه من الترع والريحات لخدمه الوجه البحري، محافظات الوجه البحري كله. تمام. الترع والريحات دي عملت فواصل بين الحدائق.
فبالتالي احنا اللي عندنا دلوقتي بنتكلم في 10 حدائق موجودين. 10؟ متنوعين في المساحه. تمام. والموقع الجغرافي كل حسب موقعه، بعضها يقع على فرع دمياط، نهر النيل فرع دمياط، بعضها يقع على فرع رشيد، بعض الاخر يقع على مثلا الرياح المنوفي، ده يعني ده موقع خطير جدا. بعضها متصل ببعضها، ده يعني في داخل الكتله نفسها. فهي لها تنوع في الشكل والطبيعه الجغرافيه والميزه النسبيه، زي ما قلنا كل حديقه تتميز بميزه نسبيه تختلف عن الاخرى. الناحيه الاداريه كمان، من الناحيه الاداريه بقى احنا عايزين نتكلم لسه عن تفاصيل اكتر حول هذه الحديقه، لكن خلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد كده نكمل حوارنا. مرة تانية معكم أعزائي المشاهدين ومع ضيفنا مهندس أشرف، وإحنا بنتكلم عن هذه الحدائق. بنقول طبعا إن هي ظلت لفترات طويلة مركز مهم جدا، زي ما قلنا حدائق متميزة في الشرق كله، وكان بيروحها الملوك والرؤساء، وطبعا كانت مفتوحة للجمهور، ولكن بعد فترات من الجمال والرقي أصبحت مهملة، ويمكن كانت بتحتاج على فترات طويلة للصيانة، ولكن كانت للأسف الصيانة فيها مفقودة. نيجي بقى للفترة الحديثة، المفروض أن هو تم مشروع كبير فيها، عايزين نتعرف عليه. بالفعل زي ما حضرتك قلتي، الحدائق القناطر مرت بفترات كتير من الإهمال، حالتها طبعا دهورت جدا، الجمهور عزف عنها. في الفترة الأخيرة طبعا زي ما الدولة حضرتك شايفها بتطور في كل الاتجاهات وكل المناحي، يمكن وزارة الري هنا ممثلة في الدولة، وزارة الري يعني ادت حدائق القناطر اهتمام كبير جدا، لأنها طبعا حدائق الري أو حدائق القناطر دي تملكها وزارة الري بحكم وجودها جنب القناطر. الاهتمام الكبير ده اتبلور في صورة مشروع كبير لإعادة الحياة للقناطر تاني وتطويرها. تمام. يمكن أفضل من فترة إنشائها كمان. طبعا فترة إنشاء الحدائق ما كانش فيه الإمكانيات الموجودة حاليا، كانت عبارة عن خضرة وأشجار فقط. لا دلوقتي الموضوع بالنسبة لنا اختلف مع التطوير، ده خد بقى لمحة سياحية كبيرة. وموقعها الغرافي بين أنطرتين إدالها تميز تاريخي. عندنا نظام طراز معماري فرنسي اللي هي القناطر محمد علي، وعندنا طراز انجليزي اللي هي القناطر الموجوده. بين الانطرتين دول على جسر نهر النيل تم عمل ممشى اهل مصر. الله. فحضرتك بيبقى الزائر يعني قاعد على الممشى مستمتع بصفحه النيل وبين الانطرتين. مش بس تم عمل ممشى، تم عمل شبكه اناره، يمكن طبعا زي ما كانش في اناره او كده، ما كنتش حضرتك بقى في توقيت مثلا مع دخول المغرب او كده لازم الجمهور يسيب الحديقه، لا دلوقتي الجمهور يقعد في الحديقه ال 12 بالليل. تمام. ما فيش مشكله، لان في شبكه اناره في اعمال التطوير اتمددت في كل الحدائق اللي بنطور فيها. شبكه الاناره بتسمح بتشغيل الحدائق حتى وقت متاخر، واحنا بنفتح ال 12. في ظل النكهه التاريخيه اللي حضرتك بتتكلم عنها لهذا المكان، هل في مثلا متحف لبعض الادوات اللي ليها علاقه بالزراعه شكل تاريخي؟ هل في عمليه شرح لانواع الاشجار التاريخيه القديمه النادره؟ هل في مثلا تفسيرات معينه لبعض المنشات المعماريه القديمه في هذا المكان؟ بالفعل كل اللي حضرتك ذكرتيه ده موجود. منطقه القناطر تبع لوزاره الري تملك كل اللي حضرتك قلتيه، موجود متاحف الري في القناطر موجوده ضمن الحدائق، يوجد متحفين، متحف يسمى متحف الري. تمام. وده اللي بيحوي نماذج الري زي ما حضرتك قلت، اللي هو نموذج القنطره ده. جميل. في صوره ماكيتات موجوده، بتيجي الرحلات السياحيه ورحلات الطلاب والافراد وكل الناس، بيتم عرض وشرح مفصل لنماذج القناطر الموجوده داخل المتاحف. ده مستقل لوحده ولا موجود في احدى الحدائق العشر دول؟ موجود في احدى، واحد مستقل وواحد موجود في الحدائق. وزيارته ده موجوده وده موجوده ومفتوح طوال ايام الاسبوع. والتاني والمتحف التاني؟ المتحف التاني اللي حضرتك قلت لي هي نماذج الري، اللي هو ادوات الري. بنقول عليه المركز الثقافي لعلوم المياه، وده بيحوي العديد من التجارب العلميه اللي بيتم تفسيرها بنظرية المياه، بالإضافة إلى أدوات الري القديمة زي الساقية، الطنبور،
الشادوف، كل الحاجات اللي حضرتك اشرت اليها ان هي كانت موجوده من ادوات الري في يعني قضاء يوم في هذا المكان مش متعه وترفيه فقط بالجو وبالزراعه، ولكن ثقافه وتاريخ ومشاهد اثريه. حضرتك نتكلم عن مثلا نظريه فيثاغورس موجوده داخل متحف او مركز الثقافي اليوناني عن طريق الميه، يتم تفسيرها عن طريق الميه، ثلاث مثلثات كل مثلث فيه كميه من الميه مجموعهم بيدي نظريه فيثاغورس. جميل. في تجهيزات محدده طبعا او معينه بتتعمل مخصوص للمناسبات والاعياد والاجازات، بتعملوا ايه في هذه الفترات اللي ممكن يبقى فيها كثافه من الجماهير اكتر؟ زي ما حضرتك قلت كده، الكثافه دي هي اللي بتستدعي اعدادات طوارئ بمعنى كلمه طوارئ. قبل العيد يمكن احنا النهارده هو كل ده جهزنا اطقم العمل كامله، فريق عمل بيبقى موجود بيقترب من 200 شخص متوزعين على الحدائق، ما بين مشرفين ما بين امن ما بين طبعا نظافه اهم حاجه طبعا. احنا بنتكلم على العيد بتبقى عندنا فيها كثافات عاليه. صحيح. فلازم نحافظ كل يعني اعمال النظافه دي والزائر موجود، عمال منتشرين بيجمعوا بينظفوا اول باول، بحيث ان الجنينه لازم اخر اليوم صحيح. الساعه 2 او بالليل تكون بايته تمام. بس عايزين نقول كمان للمواطن ان انت شريك في موضوع النظافه، يعني ما هو ما ينفعش انا عشان اروح استمتع واتفسح ان انا ما حافظش على نظافه المكان اللي انا فيه او اسيب وراي مخلفات. فابسط حاجه ان كل مواطن يدخل معاه اكياس بلاستيكيه وينظف مكانه ويحطها في السلال اكيد اللي موجوده في كل منتشر. مكان عندنا سلات طبعا منتشره في ارجاء الحدائق وارجاء كل حديقه بالعدد الكافي بتاعها. احنا زي ما حضرتك قلت بنقول للجمهور بنقول للزائر يعني ابسط الامور، ان ما كنتش هترمي او هتجمع القمامه وتحطها في السله حطها في كيس، بلاش تنشرها بالزبط. على المسطحات الخضراء، لان دي اللي بتقابلنا وبتعمل لنا مشكله. بنتكلم في مسطح اخضر في حديقه زي لؤلؤة الشرق 60,000 متر. انا مش هقدر الم والمواطن بيتمنى ان هو يلاقي مكان زي ده ويبقى متنفس ليه ويخرج يستمتع بجماله، فما يبقاش هو اول واحد اللي في احتياج ليه ان هو اللي يشوهه. خاصه مع المدنيه بقى اللي كياس البلاستيك والحاجات دي كلها بتنتشر بطريقه زي ما حضرتك عارفه. فاحنا الحمد لله ما بنسيبش الحاجه كده، بس احنا بنقول زي ما حضرتك بتقولي كده المساعده منهم انه يعني نجمعها ولو في كيس اساسي، لو نحطها في صندوق القمامه او لو مش هنعملها نسيبها في كيس، حتى لو هنسيبها مكانها دي اقل حاجه. لا طبعا وتتحط لحد صندوق القمامه، يعني مجرد حتى سابها مكانه في كيس هشيلها. صحيح صحيح. انا طبعا بدعو كل المواطنين هم يهتموا بالنقطه دي بصفه خاصه، لان فعلا للاسف مشهد الحدائق بعد الاعياد بيبقى سيء للغايه. احنا في حاله متقدمه دلوقتي، والمفروض ان احنا بنتكلم عن تطور سلوكي وتطور اخلاقي وثقافي، نلتزم باهم عناصر النظافه. نتكلم كمان على فكرة الإسعافات، أخبار الطوارئ والإسعاف في المكان إيه؟ بيحصل مثلا أدم في أطفال، يعني ممكن يبقى في مشاكل، ممكن يبقى في بعض المشاكل كمان الصحية من المأكولات، فأخبار الإسعاف في العيد زي ما حضرتك قلتي بيبقى في تنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة. فترة العيد بالذات بتبقى في عربية إسعاف متواجدة قدام كل حديقة بالأطقم الطبية بتاعتها، بيبقى موجود امن من وزاره الداخليه بيدعم الامن المدني بتاعنا موجود على ابواب الحديقه يعني لفض اي اشتباكات لو حصلت لا قدر الله. واحنا جوه شغالين بجميع افرادنا، بنمر في الجناين، بنمر في داخل الحديقه، بنجمع القمام اول باول، بحيث زي ما قلت لحضرتك انت تيجي في اي وقت هتلاقي الحديقه ما زي على وضعها. جميل. يعني حضرتك جيت الساعه 7 الصبح ثاني يوم العيد هو مش هتعرفي ان كان هنا عيد امبارح. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يعني اكيد الكل مشتاق ان هو يخرج لهذا المكان الرائع الجميل. انا بشكرك ضيفي المهندس اشرف درويش مدير عام الري بالدلتا وزاره الموارد المائيه والري، نورتنا النهارده وكل سنه وحضرتك طيب، وبتمنى ان كل الساده المشاهدين اللي هيروحوا فعلا سواء اذا كان حدائق القناطر الخيريه او اي حديقه موجوده في مصر اللي كلنا بنعتبرها الرئات الخضراء الهامه جدا وسط المدينه، ان احنا فعلا نحافظ على جمالها ونظافتها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى لقاء جديد.